المهدي بن عطية أثبت أنه عملة صعبة في تشكيلة بطل ألمانيا بايرن ميونخ، ليؤكد الدوري المغربي نيته التألق مع العملاق البافاري في دوري الأبطال عندما يواجه شاختار دانياتسك الأوكراني. هذا الرجل صنع لنفسه مكانا بين الكبار، لاعب منذ أن لفظت الكرة المغربية جلباب سلفه نوردين النيبات لم تجد الساحة بمثله. المهدي بن عطية استلم مشعل التألق في الملاعب الأوروبية من فرنسا إلى إيطاليا التي اعتبرها بوابة نحو العالمية، والتي قادته لأن يكون صماما من ذهب وسط الماكينة البافارية بقيادة المخطط غوارديولا الذي يصر على بلوغ القمة مهما كان. لدينا مدرب كبير ونجوم كثر، ولكن ليس الكل كذلك. من المهم لنا العمل بشكل جاد في التدريبات من أجل بلوغ القمة. نحن هم نحن، عبارة تلخص البافاري في عيون بن عطية، لأن قميص الباير له من الثقل ما يكفي لاستمالة كفة الفريق بين الأندية. تأقلم بسرعة مع الأجواء الألمانية رغم أنه لا يثقن اللغة المحلية، لكنه وجد في ريبيري مترجما وسندا. بعد الإصابة تخطى كل العقبات ويفكر في الظهور بمستوى جيد في تشامبيونز ليج عندما يقابل شاختار. لن أقول إنها مباراة سهلة، سنحاول الفوز ذهابا وإيابا، لابد أن نلعب بجدية مع احترام الفريق الذي سنقابله. بصبره المعتاد نال بن عطية ثقة الجميع بعد أن شكك الجمهور الألماني في قدراته. بتحديه المعتاد صنع أسد الأطلس مكانا له بين الكبار، فنال لقب صمام الأمان ليكون بن عطية حكاية مغربية تروى إلى الآن على الأراضي البافارية.